سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا لرحاب القرآن فهبي أنسام الجنات علينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم المسابقاتي القرآني في رحاب القرآن الكريم. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. أكرر الترحيب بكم في هذه الليلة الرمضانية وفي هذه الحلقة التي نعيش وإياكم من خلالها مع كتاب الله عز وجل، وأرحب في مستهلها بالأفاضل في لجنة التحكيم، بداية بالدكتور الفاضل خالد الكبودي رئيس اللجنة. حياك الله دكتور وأهلا وسهلا بك. مرحبا بك. كما أرحب أيضا بالدكتور الفاضل باسم الحبشي عضو اللجنة. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. وكذلك أرحب بالشيخ الفاضل الشيخ غازي البكيلي، أهلا ومرحبا بك عضو اللجنة. حياكم الله جميعا، وأرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة التنافسية، وقد وصل إلى هذه المرحلة الحاسمة أيضا من هذه التصفيات. أرحب بالأخ المتسابق على يميني، الأخ بدر عبد الله حيدرة من محافظة لحج. أهلا وسهلا بك أخي بدر، أتمنى لك التوفيق والنجاح. وكذلك أرحب أيضا بالأخ على يساري، الأخ منصور سعيد بربر من محافظة شبوة. حياك الله أخي منصور، ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله في هذه المنافسة. إذن مشاهدينا الكرام، على بركة الله نبدأ المنافسة. والسؤال الأول الذي سيوجه للأخ بدر عبد الله حيدر من محافظة لحج وإلى لجنة التحكيم. هذه الفقرة برعاية صندوق النظافة والتحصين بمحافظة مأرب. مرحبا بك ولدنا العزيز بدر عبد الله حيدرة، ونسعد باللقاء بك في المرة الثالثة في هذه المرحلة الثالثة، وبين يديك ثلاثة من الأسئلة، اختر أحدها. اثنين. السؤال الثاني ولتسمع إليه من شيخنا الشيخ غازي البكيلي، فإليه. مرحبا بك، ولتقرأ من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم ما شاء الله اللهم بارك جزاك الله خيرا وفقك الله شكرا لك بدر عبد الله حيدرا ووفقك الله وأعانك ونعود إلى الأستاذ ماجد لإكمال فقرات هذه الحلقة شكرا جزيلا للجنة التحكيم وبركة جهودكم وأيضا الشكر موصول أيضا للطالب أو المتسابق معنا في هذه الليلة بدر عبد الله حيدرا من محافظة لحج وقبل أن نستمع إلى المتسابق الآخر أيضا على يساري منصور بربر من شبوة نبقى وإياكم مشاهدينا الكرام مع متابعة فقرة من فقرات أيضا قصص ونجاحات قرآنية كما عودناكم نتابع في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج قصة من هذه القصص الناجحة التي اهتمت وتهتم دائما بكتاب الله عز وجل فإلى الفقرة التالية سبحان الله سبحان الله سبحان الله بجناح الأشواق أتينا هذه الفقرة برعاية رجل الخير والإحسان صالح محمد عبد رب الطاطي محمد أحمد سمين الأهدل من محافظة الحديدة طبعا أنا أعمل مدرسا ثم بعد التدريس كنت أعمل موجها في التربية والتعليم في محافظة الحديدة
كانت دراستي هناك للحفظ للقرآن الكريم في الحرم المكي الشريف لجمعية القرآن الخيرية في تابع جمعية القرآن الخيرية في مكة المكرمة. حفظت القرآن هناك فسافرت إلى اليمن وتعينت مدرسا في دار القرآن الكريم بمحافظة الحديدة. طبعا أنا الحمد لله رزقني الله سبحانه وتعالى بثمانية أولاد وخمس بنات، ستة من الأولاد كلهم حفظوا المصحف كاملا، اثنين منهم حفظوا المصحف مع القراءات السبع، واحد مع القراءات السبع وواحد مع القراءات العشر. بدأت الحفظ وأنا في القرية، كان مساعدة الوالد يساعدني على حفظ القرآن. كنت أسمع القرآن وأتمنى أني أكون أقرأ زيهم. حفظت المصحف في ثلاث سنة وانتقلت على طول الإجازة بالسند. أكثر شيء ساعدني في حفظ كتاب الله كون أبي حافظا لكتاب الله، ثم إخوتي الذين سبقونا وحفظوا كتاب الله فساعدونا على سرعة حفظ كتاب الله ولله الحمد. عمري 11 بدأت أدرس القاعدة النورانية لأجل يكون الحفظ يعني سهل، وبعدها في عمري 12 سنة بدأت أحفظ لأن يعني أخواني كلهم حافظين وأبي، وكان كثر ما أنهم حافظين فكان الحفظ عليها سهل جدا، وعندما درس القاعدة النورانية فكان أسهل علي تجويد الأحكام. أنا سابقت أولا في مسابقة الأوقاف سابقا في محافظة الحديدة، كنت عضو لجنة في هذه المسابقة، ثم مسابقة الرئيس علي عبد الله صالح، يعني كان هناك مسابقة خاصة بالرئيس علي عبد الله صالح فكنت عضوا فيها، ثم رئيسا في نفس عضو لجنة، وبعد ذلك رئيس لجنة في محافظة الحديدة. لله الحمد، أحس القرآن الكريم أضاف لي أشياء كثيرة، يعني علمني معنى الحياة بكلها، يعني أنظر إلى تحتي بالدنيا، أما بالعلم أنظر إلى من هو فوقي لكي أصل إليه، وأشعر أن بفضل كتاب الله يعني كل من رأني يحبني، ما أشعر أن في أحد يأذيني أو في أحد، فشعرت إن الله قريب مني بفضل كتابه الكريم. ولما خلصت الإجازة انتقلت إلى القراءة السابعة، وصلت لين سورة يونس، شاركت في مركز القدس وحصلت على الدرجة الأولى. نصيحتي لزملائي والشباب الذين لم يلتحقوا بمراكز التحفيظ أن يلتحقوا ويغتنموا الفرصة قبل أن يفوت الأوان، فإن القرآن نور من أرحم الراحمين. وجه كلمة الشكر إلى الوالد وإلى إخواني وإلى معلمي الدرس الذي اجتهد في تعليمي وكان لا يسمح لي بالأخطاء وجعلني أحب القرآن، لأنه كلما حفظته بتلاوة وتجويد وأتقنته كلما كان أفضل، كلما أحببته وكان جميلا. أشكر إخواني الذين هم أكبر مني، الذين هم كانوا الداعم الأكبر الأول والأكبر، فأقول لهم جزاكم الله خيرا عني خير الجزاء على ما بذلتموه، ولن أنسى هذا الفضل الذي أنتم الذي كنتم أنا فيه بسببكم بعد الله سبحانه وتعالى. أشكر أساتذتي ومدرسي ومشايخي الذين درست عليهم، سواء كان دراسة القرآن الكريم أو العلوم الشرعية، أشكر لهم جهدهم، كما أقدم شكري لإدارة الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وكذلك للإخوة القائمين على هذا البرنامج بشكل عام، ومن أعد هذا البرنامج بشكل خاص. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم معا لخدمة كتاب الله تعالى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
مرحبا بكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان فيقولان: بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودة مشاهدين الكرام إلى لجنة التحكيم لطرح السؤال الثاني على المتسابق الثاني في هذه المرحلة، وهو الأخ العزيز منصور سعيد بربر من محافظة شبوة، والكلمة الآن للجنة التحكيم. مرحبا بك ابننا منصور سعيد بربر، وسعدنا برؤيتك معنا في هذه المرحلة، ونسأل الله التوفيق لكما جميعا. لديك السؤال الأول والثالث، أي منهما تحب؟ الثالث. الثالث. إذن تستمع إلي من شيخنا الدكتور باسم الحبشي فإليه. حياك الله أخي منصور، ولتقرأ من أول سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. أعد. تلك آيات الكتاب وقرآن. تلك آيات القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله، وفقك الله وأسعدك
أسعدكما جميعا. نعود إلى الأستاذ ماجد لإتمام فقرات هذه الحلقة. بارك الله في لجنة التحكيم وبارك الله في المتسابقين معنا في هذه الليلة، بدر عبد الله حيدرة من محافظة لحج وكذلك منصور سعيد بربر من شبوة، بعد أن وصل طبعا إلى هذه المرحلة بعد مراحل عدة، والآن نتمنى لهما التوفيق والنجاح. وماذا ستقرر لجنة التحكيم؟ من الذي سيتأهل إلى المرحلة الرابعة ومن سيغادر في هذه الليلة؟ وفي الأخير أيضا الكل فائز مع كتاب الله عز وجل. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى الزملاء في الميدان ومتابعة فقرة معالم وأعلام يمنية، نتابع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى فقرة معالم وأعلام، وسؤال الميدان يقول: صحابي جليل أبواه أول شهيدين في الإسلام، من هو هذا الصحابي؟ نتابع من سيكون الفائز بجائزة السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شهر كريم علينا وعليك. معي سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. صحابي جليل أبواه أول شهيدين في الإسلام، من هو هذا الصحابي؟ حمزة. حمزة من؟ حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب، إجابة للأسف خاطئة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صحابي جليل أبواه أول شهيدين في الإسلام، من هو؟ عمار بن ياسر. نعم، عمار بن ياسر، كلام سليم. عمار بن ياسر من؟ عمار بن ياسر هو ذا الذي السؤال الذي أحفظ السؤال ذاك. أنت جبت جزء من الإجابة، نريد الإجابة كاملة يعني. عمار بن ياسر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. معي سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة إن شاء الله. صحابي جليل أبواه أول شهيدين في الإسلام، من هو؟ والله ما أدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ معي سؤال، إذا أجبت عليه تحصل على الجائزة. السؤال يقول: صحابي جليل أبواه أول شهيدين في الإسلام. عمار بن ياسر العنسي. عمار بن ياسر العنسي، إجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها هنا في شارع سرواح من الأخ عبد الله ثابت علي. من الأخ عبد الله ثابت، فعلا مشاهدين الكرام، صحابي جليل أبواه أول شهيدين في الإسلام، من هو؟ عمار بن ياسر العنسي. عمار بن ياسر العنسي، وألف مبروك، حصلت على جائزة السؤال وهي جائزة مالية مقدمة من جابر بن حيان في علم الصيدلة، ألف مبروك. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر العنسي ووالديه رضي الله عنهم وهم يعذبون على أيدي كفار قريش بمكة. تبدأ القصة بقدوم والده ياسر من اليمن إلى مكة المكرمة، وكان معه أخواه الحارث ومالك يبحثون عن أخ لهم، فلما تعذر عليهم العثور عليه عاد الحارث ومالك وبقي ياسر مطمئنا لتلك البلدة الطاهرة. وهناك التقى برجل صالح من بني مخزوم يسمى أبا حذيفة بن المغيرة، فأحب ياسر لكريم خصاله وزوجه من أمة عنده طيبة المنبت تسمى سمية، فولدت لياسر عمار. ثم مات أبو حذيفة وتمر الأيام ويكبر عمار بن ياسر، فوصل إليه خبر محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته للإسلام، فأسرع إلى دار الأرقم فالتقى به وأعلن إسلامه، ثم عاد يحث الخطى إلى أمه وأبيه ودعاهما إلى الإسلام فأسلما لله رب العالمين. وكان عمار وأمه سمية ما زالوا أنذاك من موالي بني مخزوم الذين ما إن علموا بإسلامهم حتى أذاقوا عمار ووالديه صنوف العذاب. وذات يوم مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة،
قام أبو جهل بقتل سمية أم عمار بطريقة وحشية، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ثم استشهد أيضا والده ياسر من قسوة التعذيب، وظل الكفار يعذبون عمار حتى اضطروه إلى أن يذكر آلهتهم بخير ويذكر محمدا بسوء. فذهب عمار إلى رسول الله ليعتذر عن ذلك، وهو خائف من أن يكون قد حصل في دينه شيء. فقال له رسول الرحمة: أليس قلبك مطمئنا بالإيمان؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. فنزلت الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وظل هذا العذاب بعمار حتى أذن الله بالهجرة، فهاجر إلى المدينة، وهناك ظل ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، وشارك في كل الغزوات حتى انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ثم استمر عمار مع الخلفاء الأربعة حتى لقي الله سنة 37 للهجرة. رحم الله عمار بن ياسر ووالديه ورضي عنهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شكرا جزيلا للزملاء في الميدان، وتهانينا للفائز بالجائزة الميدانية، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. نذكر فقط مشاهدينا الكرام بأن هذا التنافس في الأخير أيضا يستمر حتى يتبين لنا في آخر حلقة من هذا البرنامج من الفائز بالمركز الأول والجائزة أيضا الكبرى 1,000,000 ريال، ومن سيفوز أيضا بالمركز الثاني وجائزة هذا المركز 1,500,000 ريال، ومن سيفوز بالمركز الثالث وجائزة هذا المركز 1,000,000 ريال، وكذلك جائزة المركز الرابع 500,000 ريال. أتمنى التوفيق للجميع، وبوركت كل الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في دعم حفاظ كتاب الله عز وجل. إذن حتى نسمع النتيجة النهائية في هذه الليلة وفي هذه الحلقة من قبل لجنة التحكيم، نذهب إلى استراحة قصيرة مع نجوم الفن والإبداع، ومن ثم نعود. تفضلوا بالبقاء معنا ووقتا ممتعا. سبحان الله سبحان الله. لا 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 والله انت من سفر. اهلا وسهلا بك. لا ما اعرف لا برحب. يا معلم مظنن شكلك تعبت في السفر. ماشي والله ما نتعب، بس اختي ما شاء الله كيف قديم عارف. كم لك منه؟ جيت انا ما كان مش معاهم الا شارع واحد. الحين ما شاء الله يا اخي ما شاء الله. هذا وهذا ترى في بدايه الشوارع، ما لو تدخل المدينه تشوف الحلا والجماء والنظافه. معاكم فريق لهذا الشيء ولا كيف؟ ايه هذا كله شغل مكتب التحسين والنظافه في معرفه، ما لك ليل ونهار وهم بيشتغلوا ويقدموا افضل الخدمات، الاشجار والنظافه والشارع الناخل والرصيف كل حاجه. ما عاد مش هكذا في المحافظه الباقيه، والله ما عاد به. عاد الا عندكم انا. ايه هذا الحين اشرب العصير. انت من سفر تعب. اشرب. والله ما انا تعب ولا شيء، ما شاء الله ما شاء الله. لا ما شاء الله. انزل انزل منزل خال. ما بدنا جابرك من اول. الحلا والجماع والنظافه ناي ما فعلنا. انزلت يا العصير الذي جنب الشارع. انزل هذاك عيب. انا ضيف. انت ضيف على عيني وراسي. الضيف ضيف والقمامه ترجم بالقمامه. هي وعيشي لها عامل النظافه. انا عامل النظافه وانا المواطن وانا الجندي. ما بنجابرك من اول. مئات الموظفين من مكتبة النظافة والتحسين يشتغلوا ليل ونهار علشان نظافة المدينة، وانت تجي ترجمها لي وسط الشارع. انزل انت العصي. مين اثرت؟
نظافة مأرب وفاء وواجب. شكرا لنجوم الفن والإبداع على هذا التميز وعلى هذه الرسالة الفنية الهادفة. إذن مشاهدينا الكرام، حان وقت إعلان النتيجة النهائية للمتسابقين. معنا في هذه الحلقة بدر عبد الله حيدرة من محافظة لحج، نتمنى لك التوفيق أخي بدر، وكذلك منصور سعيد بربر من محافظة شبوة. الكلمة هي للأفاضل في لجنة التحكيم، وماذا أيضا سيعلنوا من نتيجة في هذه الحلقة. شكرا لك أستاذ ماجد، ومشاهدينا الأكارم، سعدنا هذه الليلة بتلاوة عطرة مع المتسابقين بدر عبد الله حيدرة ومنصور سعيد بربر، نسأل الله تعالى أن يوفقهما. وقد حصل المتسابق الأول بدر عبد الله حيدرة في الحفظ على 50 درجة، وفي التلاوة على 48 درجة، فمجموع درجاته 98 درجة. بينما حصل منصور سعيد بربر في الحفظ على 49 درجة، وفي التلاوة على 47.66 درجة، فمجموع درجاته 96.66 درجة. وبالتالي فهو الذي سيكرم معنا في هذه الليلة، بينما يصعد معنا بدر إلى المرحلة الرابعة بإذن الله سبحانه. نسأل الله التوفيق لهما جميعا. وإليك أستاذ ماجد. جزاك الله خير دكتور خالد، وجزا الله خير جزاء اللجنة، لجنة التحكيم معنا في هذه الليلة المباركة، وتهانينا أيضا للذي سيتأهل إلى المرحلة الرابعة الأخ بدر عبد الله حيدرة، الذي حصل على 98 درجة من 100. وتهانينا أيضا لمن وصل إلى هذه المرحلة وشارك أيضا في حفظ كتاب الله عز وجل، الأخ منصور سعيد بربر الذي حصل على 96.66 درجة. مبارك عليك أخي منصور، أيضا تودع هذه المسابقة، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في المشاركات وفي المسابقات القادمة، لكنك أنت الفائز مع كتاب الله عز وجل، ولا يوجد شيء اسمه خسارة مع كتاب الله عز وجل. يتفضل الشيخ الفاضل صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلى المنصة لتكريم الأخ منصور سعيد بربر الذي حصل على الترتيب الثاني في هذه الليلة. إذن أهلا ومرحبا بك الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، نورت وشرفت في هذه الليلة. الله. كما استمعنا من لجنة التحكيم، فإن الذي سيكرم في هذه الليلة هو الأخ منصور سعيد بربر الذي حصل على 96.66 من 100. تفضل أخي منصور سعيد بربر. بارك الله فيك ووفقك الله. مبارك عليك، ما شاء الله تبارك الله. جائزة مالية مقدمة من صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، وهذه شهادة مشاركة، شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. بوركت جهودكم في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وبوركت كل الجهود التي تبذل من أجل حفاظ كتاب الله ومن أجل دعم حفاظ كتاب الله أينما وجدوا. شكرا لك الشيخ صالح الحواني، شكرا أيضا للأفاضل في لجنة التحكيم، شكرا للمتسابقين معنا. إن شاء الله نلتقي يوم غد في حلقة جديدة، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله سبحان.
الأشواق.